اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي برنامج همزه وصل. همزه وصل وملف حلقه اليوم هو عيد العمال. كل عام وعمال مصر ومصر بكل خير. بكل تاكيد اهتمام الدوله بعمال مصر واضح وملحوظ، فهي ترى ان العمال هم الدعامه الرئيسيه لتحقيق اي شكل من اشكال التنميه. هذا الامر اكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمه التي القاها منذ عده دقائق، مؤكدا دور واهميه العمال في بناء مصر الحديثه، وايضا مؤكدا على اهتمام الدوله بهذا الامر. أيضا اهتمام الدولة اتضح في الفترة السابقة حين وضعت حدا أدنى للأجور ورفعت هذا الحد وكفلت للعمال حقوق ربما لم تكن موجودة من قبل. لكن هذا الاهتمام وهذه الرعاية التي ستستمر فيها الدولة بالعمال تتطلب أيضا من العمال دورا هاما ورئيسيا في بناء مصر الحديثة. عدة محاور ونقاط تعرض لها السيد الرئيس في الكلمة التي ألقاها اليوم في الاحتفال بمناسبة عيد العمال. سنتناول كل هذه المحاور والتفاصيل والنقاط التي شدد السيد الرئيس عليها ليلتفت إليها كل من تعنيه مصلحة هذا الوطن. مشاهدينا الكرام، كما تعودنا في كل حلقة من برنامج همزة وصل أن تصلنا آراءكم على مواقع متعددة وأن تصلنا أيضا المشاركات والتساؤلات. قبل هذا أطرح عليكم سؤال حلقة اليوم، والسؤال يقول: كيف ساهمت الأيدي العاملة في البناء والتنمية في مصر؟ أعيد السؤال على حضرتكم: كيف ساهمت الأيدي العاملة في البناء والتنمية في مصر؟ كل التساؤلات والآراء كما أوضحت نطرحها على المسؤولين والمتخصصين في كل حلقة. أيضا نتناول ونتبادل وجهات النظر، نتعرف على الدور المنوط به عمال مصر في المرحلة القادمة، وصولا إلى جملة مختصرة أكد عليها السيد الرئيس في الكلمة التي ألقاها، هي حتى تغتني مصر وتستغني، وهذا هو محور والدور الرئيس لعمال مصر. مشاهدينا نتابع التقرير التالي حول الاهتمام ودور العمال في مصر واحتفال بعيد العمال، ثم نبدأ التواصل نحن وإياكم المتخصصين في همزة وصل. فابقوا معنا. هي مصر اتعملت غير بشعبها يعني، لكن عشان تعملوا حضارة حقيقية وتقدم حقيقي لازم كلنا نعمل بجد وبإتقان. بجد بس مش كفاية وبإتقان بس مش كفاية، الاتنين مع بعض يعني مسؤولية العمل والجدية في العمل والإتقان في العمل والمصابرة على العمل، هو دي اللي هتحقق لمصر اللي انتوا بتتمنوه. بناء الوطن ينطلق أساسا من بناء الإنسان لذاته ولنفسه أولا، فكلما قوي الفرد قويت الجماعة وقوي المجتمع، حيث يعتبر عمال مصر قادة التنمية والبناء ويتحملون مسؤولية النهوض بالوطن. فالعمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها وعصبها الاقتصادي القوي المتين الذي لا تهزه العواصف. الدول لا تتقدم إلا بزيادة الإنتاج وتنوعه، والذي لن يتأتى سوى بالعمال وجهودهم المخلصة في بناء الوطن وتشييد صروحه الاقتصادية، والدولة لن تبنى سوى بأيدي عمالها. العامل المصري يعتبر أكثر عمال العالم إخلاصاً في عمله، كون الإنتاج والعمل الدائم على رفعه وزيادته يعتبر الشغل الشاغل للدولة، حيث تولي الدولة العمال كامل اهتمامها لإيمانها التام أنهم الأساس الذي ترتكز عليه في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030. فالعمال هم سواعد البناء وركيزة التنمية، وثروة مصر الحقيقية تتمثل في سواعد عمالها، فهم رأس المال البشري للدولة وعصب اقتصادها وركن بنائها. The
العمال هم عصب اقتصاد الدولة، كافة الاقتصادات العملاقة التي ننظر إليها بعين الحسد ونتمنى أن نصل إلى مثل هذه الاقتصادات قامت على أيدي عاملة واعية جادة مجتهدة متواصلة في العمل. ربما على ما أذكر أنه أحد المتخصصين والاقتصاديين المتابعين رصد أن العمال في دولة مثل اليابان التي نطلق عليها كوكب اليابان قدر أن العمل هناك يستطيع العامل أن يعمل لمدة 9 أو 10 ساعات في 8 ساعات هي يوم العمل. هذا يعني أن حجم الإنتاج يعادل عمل مدة 10 ساعات تقريبا. عمال مصر أكفاء ولدينا الأيدي والقدرات والإبداعات التي تؤهلنا لأن نصبح أو يصبح الاقتصاد لدينا واحدا ضمن الكيانات العملاقة التي نتمنى أن نصل إليها. بكل هذه الأمنيات هناك وسائل متعددة، هناك أدوار أيضا متعددة، وهناك طرق متعددة ستسير مصر عليها. سنتعرض لكل هذا على مدار حلقة، ولكن دعونا الآن نتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأذهب إلى زميلتي حنان عاطف والفيسبوك. مساء الخير حنان. بالفعل مشاهدينا عدد كبير من مشاركات حضراتكم وتعليقاتكم وكمان وجهات نظركم وأفكاركم المختلفة حول سؤال حلقتنا النهاردة جالنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، والعديد من المواقع الاجتماعية الخاصة بالتواصل. على طول هبدأ مع أحمد المصري بيقول لنا: كل عام وعمال مصر بخير وسعادة، أتمنى أن ينال العمال حقوقهم والمقابل المناسب للمجهود المبذول، وأتمنى المشاركة. طيب خلينا نروح لعنصر نسائي. أستاذة نرمين عز بتقول لنا: الأيدي العاملة سلاح ذو حدين، إما أن تساهم في زيادة التنمية أو أن تساهم في زيادة نسبة البطالة المقنعة. طيب من وجهة النظر دي نروح للأستاذ السيد سعيد إسماعيل بيقول: بالفعل ساهمت الأيدي العاملة في البناء والتنمية من المشروعات اللي بتنفذها الدولة في النقل والطرق والكباري والسكان والزراعة ومشروعات كتير، فيجب على العامل المصري انه يكون مجتهد في عمله. وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد العمال، كل عام وحضرتك بالف خير استاذ سيد. نروح لصديقتنا في همزه وصل استاذه ناهد عبد الفتاح بتقول لنا: السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه ناهد. الحقيقه احنا نفسنا نعمل صندوق رقمي قومي للعمال حسب تخصصها وكمان مستوى تدريبها، بحيث انه لما يغير مستثمر نشاطه تكون في مجموعه من العماله المدربه يتم ادخالها على موقع الكتروني، وده لسهوله ايجادها للعمل في مكان تاني، وكمان صندوق لمواجهه بعض ازمات العمل. طيب من استاذه ناهد نروح لاستاذه ندى يوسف بتقول لنا: الايدي العامله هي مستقبل مصر واساس التنميه في المجتمع، وكل سنه وكل عمال مصر بخير، كل سنه وكل المصريين بالف خير. نروح لام عمر الشيخ زي ما بتسمي نفسها على فيسبوك بتقول: ساهمت في بناء الوطن ورقي المجتمع ومواكبه كل جديد في العالم. محمد مطاوع بيقول: العامل المصري هو أعظم بناء للماضي والحاضر وكمان المستقبل بإذن الله، وبصماته داخل مصر وخارجها في كل دول العالم شاهد على عظمته. يعني مشاهدينا دي كانت بعض الآراء والتعليقات ووجهات نظركم. بالطبع أنا هنا من داخل غرفة المتابعة الإلكترونية أنتظركم على مدار الحلقة مزيد من المشاركات والآراء عبر همزة وصل إيجي. أعود من جديد الآن لاستكمال النقاش عبر الاتصالات الهاتفية وزميلي محمد. أشكرك حنان وأشكر مشاهدينا الكرام على هذه المشاركات. العنوان الرئيسي للعمال في المرحلة القادمة وفي المستقبل أيضا هو الواجبات والحقوق. ما هي الواجبات وما هي الحقوق؟ ما الذي أشار إليه السيد رئيس اليوم في كلمته ليحض عمال مصر على الاستمرار في العطاء؟ كل المشروعات القومية التي أقيمت والتي نراها على أرض الواقع كانت بأيدي عاملة مصرية، هي مهارات مصرية، هي إرادة مصرية في سنوات قليلة. إذن ماذا لو تضاعف حجم الجهد؟ ماذا لو توفرت الأيدي العاملة المدربة المؤهلة وفقا لأعلى المقاييس والقدرات في العمالة في العالم؟
ماذا سنحصل وما الذي سنصل إليه؟ هذا ما سنتعرف عليه. دعوني أبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. سيكون مع الهاتف الدكتور أحمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، والدكتور أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للتمويل. أبدأ مع الدكتور أحمد. دكتور أحمد، بعد التحية كل عام وأنت بخير، يعني ماذا وكيف تابعت في كلمة رئيس اليوم في الاحتفال بعيد العمال، وأهم النقاط التي استوقفتك؟ لسنة وكل عمال مصر طيبين، وإن شاء الله تكون الفترة اللي جاية تكون فترة أكثر إشراقا وأكثر وضوحا، وإن شاء الله نقدر نحقق كل أمان الدولة المصرية بشكل محترم معتبر. نعم دكتور، ما الذي استوقفك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد العمال اليوم؟ كيف تابعت هذه الكلمة؟ دايما في كلمات فخامة الرئيس بيؤكد على مصر دولة بناءة ولادة بعمالها فلاحينها، وعندنا رؤية مستقبلية لشكل التنمية المستدامة في كافة قطاعاتنا. إن شاء الله مصر هتكون دايما مكان محترم معتبر يحقق كل أهداف وأفكار الشعب المصري من خلال عمال وفلاحين. نعم دكتور أحمد، أرجو أن تبقى معي على الهاتف. أذهب الدكتور أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للتمويل. يعني دكتور أيمن، الرئيس اليوم في كلماته التي ألقاها أكد على دور العمال في الوقت الراهن، وأسند إليهم أيضا الفضل في ما قاموا به من بناء وتعمير في الفترة السابقة. يعني كيف ترى دور العمال في الوقت الراهن، وما هي أهم المتطلبات التي يجب أن يتسم بها العامل المصري؟ مساء الخير يا محمد، بقى على سعادتك وعلى مصر كلها، وكل سنة وسعادتك طيبة ومصر كلها طيبة إن شاء الله. طيب يا فندم. يمكن مصر من البلاد اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها بعنصر بشري إن استغل الاستغلال الأمثل، فمصر إن شاء الله هتكون من أعظم دول العالم. يمكن واضح جدا الاهتمام بالبشر في بشكل عام، والاهتمام بالعمالة في شكل خاص في استراتيجية الحكومة. يمكن الحملة 100 مليون صحة، الاهتمام بصحة الفرد المصري. يمكن عندنا عدد من الأنظمة الحكومة بدأت في الفترة الأخيرة تهتم بالتعليم الفني، لأن مصر كان عندها أزمة كبرى في التعليم الفني، والذي ما زال يشكل تحديا كبيرا. احنا محتاجين الأسطوات، محتاجين الناس اللي ايديها تتلف في حرير. صحيح. يمكن من غير وجود الأيدي العاملة، ومن غير الاهتمام بالإنسان المصري، ببناء الإنسان، يمكن كتير جدا من أهداف الحكومة الاستراتيجية قد تكون في هذه الحالة غير قابلة للتحقق. احنا أول مرة في حياتنا نسمع عن استراتيجية مصر 2030، عاصمة إدارية جديدة، قناة سويس جديدة، فكرة المشروعات العملاقة الميجا بروجكت. حضرتك كنت هتقدر تحقق ده ازاي من غير ما يكون عندك أيدي عاملة وقوة عاملة قادرة على تحقيق مثل هذه الأحلام؟ احنا في الفترة اللي جاية كمان عندنا عدد من التحديات، تحدي يمكن خاص بالبطالة، توظيف الإنسان المصري. البطالة انخفضت من يمكن 13% إلى أقل من ذلك، حوالي 11%. التضخم بدأنا شيئا فشيئا في السيطرة عليه. في الفترة القادمة إن شاء الله من المتوقع أن تستمر الحكومة في مساعيها نحو جذب استثمارات أجنبية، خصوصا في تلك المشروعات المكثفة لرأس المال. إحنا مش دولة غنية برؤوس الأموال، وبالتالي فإحنا عندنا ميزة نسبية في عدد كبير جدا من الصناعات، صناعات زي صناعة السيارات مثلا، صناعات زي صناعة الغاز والنسيج. نقطة أخيرة، يمكن إحنا محتاجين برضو ننظر بشكل ما إلى تحديات التنمية المستدامة. فكرة التنمية المستدامة بس الناس بتطرحها بشكل عام، والتنمية المستدامة تمام. دكتور، أنا هقف عند نقطة فكرة التنمية المستدامة ومتطلبات التي يجب أن تتوافر لمواجهة مثل هذه التحديات، لكن أرجو أن تبقى معي على الهاتف. أعود للدكتور أحمد خيري. دكتور أحمد، يعني كنا نتحدث عن الحقوق والواجبات. عمال مصر قاموا في الفترة السابقة بجهد ملحوظ، هذا الجهد اتضح على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية. أيضا الدولة ترجمت هذا الجهد بمقابل أن قامت برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وبدأت تعطي للعمال صلاحيات كثيرة وتهتم بعمليات التدريب.
إذن هذا من وجهة نظر أو من ناحية الحقوق. ماذا عن الواجبات؟ ما الواجبات المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة من التنمية في خطة التنمية المستدامة والتنمية بعيدة المدى؟ دكتور أحمد هل تسمعني؟ طيب اعود الى الدكتور ايمن. يعني دكتور ايمن الى حين التواصل مع الدكتور احمد كنا نتحدث عن ان هناك تحديات لتحقيق التنميه المستدامه. من وجهه نظرك ما هي الاليات اللاجب والاسلحه التي يجب ان يتسلح بها عمال مصر لمواجهه مثل هذه التحديات وتحقيق التنميه؟ خلينا نبدا عجاله جدا دون الاطاله على سيادتك وعلى الساده المشاهدين في عرض الفكره. احنا بس محتاجين نفهم يعني ايه تنميه مستدامه. يعني احنا بنستخدم مصطلح كتير. التنمية المستدامة ان حضرتك تقدر تطلع احسن ما في المورد دون فنائه. يعني دايما كان زمان الفكرة زمان ايه؟ الارض الزراعية دي نستغلها ولا نسيبها محميات طبيعية؟ فكرة التنمية المستدامة بتقول لك استغلها من غير ما تبوظها، استغلها من غير ما تنهيها. فالعنصر البشري، المورد البشري، لو سعادتك تتكلم على إدارة الموارد البشرية، هي أحد عناصر الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى بها مصر. وعلى ذلك فأنت محتاج إن أنت تستغل العمالة المصرية بشكل يناظر الاستخدام الاقتصادي لفكرة التنمية المستدامة مع الاستراتيجية العامة في كافة موارد مصر الطبيعية. إحنا محتاجين الناس اللي عندنا دول نطلع أحسن ما فيهم، نحافظ عليهم، نوفر لهم بيئة عمل صالحة، نعوضهم التعويض المناسب، نقدم لهم التدريب المناسب، وفي الوقت نفسه وانت بتحافظ عليهم. زي السؤال العميق اللي عايز اشكر سعادتك عليه، ان الاخذ يقابله العطاء والحق يقابله الواجب. احنا عندنا فيما يخص قانون العمل المصري، احنا عندنا عدد من الفراغات التشريعية. الفراغ التشريعي اللي هو موقف القانون ما بيعالجوش. ففكرة قانون الخدمة المدنية الجديدة نحن نتوقع إن شاء الله من البرلمان إن يبقى في مشروعات قوانين تدي الناس حقوقها وفي الوقت نفسه تأكد على وصولهم لواجباتها. يعني بالتأكيد دكتور أيمن، هو في كلمة الرئيس اليوم هو أوضح أن كل ما سيتحقق وكل ما ستجنيه مصر جراء العمل المتواصل والجهد وما يتوفر لها من إمكانات سيعود بالتأكيد على العمال وعلى الشعب. لكن حتى نصل إلى هذه النقطة هناك متطلبات، هناك واجبات، هناك ثقافة ووعي معين يجب أن يتسم به العاملون في مصر في مختلف مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها أيضا. يعني ما هي هذه الواجبات؟ ما هي هذه الآليات الهامة والنقاط التي يجب أن يسير عليها عمال مصر؟ بص، خليني أقول لسعادتك أن الرقابة الفعالة هي تلك التي تهدف إلى تصحيح الأداء وليس تصيغه. نعم. احنا كلنا هدفنا معاك بالدكتور اتفضل. ان احنا كلنا هدفنا ان احنا نشتغل صح، ان احنا نعيش في بلد احلى، من اكبر حد لاصغر حد في مصر اللي بيحب البلد دي يشتغل لها، واللي بيحب البلد دي يستنى من خيرها بعد ما يعمل اللي عليه. على فكره لما الناس بتؤمن باستراتيجيات الحكومات، نعم، ولما الناس بتبتدي تدي اللي عندها عن ايمان من قلوبها ايمان حقيقي، حضرتك تتوقع ان الخير هيعم. يعني مش من المنطقي ان انت النهارده تتفرج على كل النهضه اللي عماله تحصل في الطرق، وكل النهضه اللي عماله بتحصل في مجال المدن الجديده، وكل النهضه اللي عماله بتحصل في مجال مشروعات النقل، وتبقى مش مصدق ما انت شايف قدامك. انت قدامنا بقى تحديات اخرى، والطاقه والمشروعات الصغيره والنواني والتعمير نعم. ولكن في النهاية خلينا برضو نأكد على فكرة احنا برضو عايشين في البلد دي وعايزينها احسن وعايزين نبقى عايشين فيها كويس. وعلى ذلك فاحنا قدامنا عدد من التحديات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية، يعني التحدي الخاص بالتضخم والتحدي الخاص بالبطالة. يمكن سوق الصرف مستقر كويس جدا بقاله فترة وهو مؤشر ايجابي للغاية. والتقارير الدولية يا دكتور، طيب احنا بس هنعود برضو ايضا لموضوع العمال تحديدا. يعني المشروعات اللي حضرتك اشرت اليها دي كلها قامت بايدي عاملة مصرية بخبرات مصرية، بل وهو هناك بالفعل مشروعات ربما تكون هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وربما العالم أيضا. لكن
إذا ما امتلكنا مثل هذه البنية التحتية الضخمة والمتوسعة والعملاقة، نحن في حاجة إلى سد متطلبات سوق العمل بأيدي ذات كفاءة متميزة. يعني كيف ترى إعداد هذه الأيدي ولدينا وفرة في الطاقة البشرية بالفعل؟ خليني أقول لحضرتك إحنا محتاجين فعلا دراسات حقيقية من أرض الواقع، ما هيش كلام على ورق، بتتكلم على الفجوات. إحنا عندنا حالة من أنت عندك عمال كتير جدا جدا، ولكن بعض التخصصات الفنية تحديدا العمالة اللي سوق العمل محتاجها ما هيش متوفرة. نعم. وبالتالي فمصر محتاجة فيما يخص العمل حاجتين بالتوازي. أول حاجة أن أنت تبتدي في برامج التعليم الفني الحقيقية، برامج زي برامج التلمذة الصناعية لإعداد فنيين وكوادر على مستوى عالي ومؤهل، علشان الناس تقدر أن هي تسد الفجوات اللي موجودة في سوق العمل ده أولا. ثانيا وهو الأهم، قد إحنا محتاجين برضو أن إحنا نساعد في فكرة التركيبة والهيكل الاجتماعي. يعني حضرتك النهاردة كل الناس عايزة تخش الكليات، فلما كل الناس عايزة تخش الجامعة ده بيؤدي إلى ندرة نسبية رغم وفرة العنصر البشري في مصر. صحيح. يعني الرئيس اليوم في الكلمة التي ألقاها أشار إلى وأوضح بالرقم، يعني ماذا نريد إذا ما تخرج لدينا 100,000 خريج لكلية، هو أشار ربما هي مثلا كلية التجارة يعني، ولكن الدول والاقتصادات العملاقة لم تقم على الدراسات النظرية فقط، وإنما قامت على الأيدي العاملة. مصر الشابة أكثر من 60% ربما من شعب مصر دون سن 30 يعني، والثقافة لا تزال تميل إلى الدراسات النظرية والحصول على أوراق كرتونية ربما لا تنفع لا صاحبها ولا تنفع الدولة. يعني كيف نغير ونحول هذه الثقافة وندرك أن قيمة العمل الفني ومردوده على المستوى الفردي والمستوى العام قد يكون أكثر؟ كان يقول حضرتك أن الثقافة هي مجموعة من القيم المشتركة. احنا محتاجين بقى في الفترة دي ان احنا نعمل عملية تغيير تدريجي، والثقافة لا تتغير الا في الاجل الطويل. احد الحلول الممكنة قد يكون التعليم الفني او الكليات الفنية. نعم. يعني حضرتك دايما ايه، انا مش هجوز بنتي واحد خريج معاه، انا مش طيب نبتدي نعمل كليات فنية 4 سنين، الناس اللي تتخرج منها تحصل على بكالوريوس وتعامل نفس المعاملة التجنيدية المميزة، وفي الوقت نفسه تسد احتياجات سوق العمل من الفنيين المدربين. نعم. وقد يكون جزء كبير جدا من وقت الدراسة دي يكون دراسة عملية في ورش شركات او في ورش منشآت، تدي الناس دي فرص للتوظف اول ما الناس دي تتخرج. كده حضرتك توازي الامتيازات، يعني تتحدث عن امتيازات وافضليات اكثر للايدي العامله والايدي الفنيه. ده حقيقي. وساعتها الراجل ده لما يتخرج هيبقى متخرج مع بكالوريوس، وبالتالي مش هيبقى عنده مشكله فيما يخص الثقافه الاجتماعيه اللي موجوده في مصر يمكن من الستينيات، مش هيبقى عنده مشكله مثلا ان هو يقضي فتره اطول في التجنيد او ما الى ذلك. وفي الوقت نفسه توظيفه والاجر اللي هيحصل عليه والعائد اللي هيحصل عليه هيكون اعلى، ويكون سد مشكله كبيره جدا خاصه باختلالات هيكليه في الايدي العامله. نعم. المصريه. نعم. هيبقى عندك فني متعلم المجتمع بيبص له بصه محترمه والناس كلها بتتفادى عشان تشغله. بالفعل. احنا على فكره الانسان المصري بس حطه على السكه وهتشوف حاجات هايله. صحيح. ده مثبت بالفعل يا دكتور، وهو تحقق بالفعل. المشروعات اللي شفناها يعني تمت على مدار يعني 5 سنوات الماضية ربما تحتاج أكثر من 10 سنوات وأكثر. يعني عموما دكتور أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للتمويل، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، وبكل تأكيد ونؤكد ونضم صوتنا إلى صوتك في مسألة تغيير النظرة وتغيير الوعي إلى أهمية الأيدي العاملة في بناء دولة قوية. مشاهدينا الكرام، دعونا نتعرف على رأي الشارع المصري في مساهمة ودور العمال في مصر في بناء التنمية، ونتابع بعد ذلك استقبال المداخلات التي فيها. تابعونا. احنا
احنا شايفين التنميه ماشيه بخطوه سريعه عندنا في مصر. احنا شايفين العمال في كل مكان حوالينا، بنشوفهم في الطرق، بنشوفهم في الكباري، بنشوفهم في الاماكن المفتوحه، بنشوفهم في الاماكن المغلقه. والله احنا شايفين الايام دي كده في ازدهار في العماله وفي قوى العامله، وبدا في مشاريع جديده، وشايفين في عماله في كل مكان في مصر. في مجال الطرق لاقيين ما شاء الله الطرق بقت جميله وبقت كويسه جدا. في مجال السكة الحديد بدأت تبقى كويسة. شايفين عامل برضو بتاع قناة السويس ده بقى حاجة ما شاء الله، حاجة صرح لمصر كله. الأيدي العاملة هي أهم مصادر التنمية في مصر. إذا كان في مشروع بيتعمل هو رقم واحد بيبقى العنصر البشري، وطبعا دي حاجة يعني معدلات بطالة زايدة عندنا من زمان، ابتدت إنها تقل عن طريق المشاريع اللي بتتعمل وعن طريق الحاجات اللي بتتعمل في البلد واستيعابها للطاقة ديت. الشباب كلها بتعمل مشروعات صغيرة، بنطور من نفسها، بتحاول تعمل مشاريع، بتحاول تعمل شركات صغيرة، بتبدأ بعد كده تبدأ تكبر واحدة ورا واحدة لحد ما بتبدأ يقدم شركات انترناشنال أو شركات ناشنال، من صغير بيبدأ لحد كبير. بس إن الأيدي العاملة بتاعتنا أحسن ناس في الصناعة كلها في كل حاجة، فالحمد لله يعني كفاية. طبعا المشاريع اللي موجودة دلوقتي في مصر والسكة الحديد والمدن الجديدة اللي شغال اللي بتتبني والحاجات دي كلها كويسة طبعا الحمد لله. أهم حاجة تكون ماهرة، الشباب تتعود اللي هي تشتغل وتتدرب عشان خاطر تفيد البلد ونقدر نتقدم بالبلد. يعني حاجة مهمة جدا ان احنا الإيد العاملة تكون مدربة وكفء. يعني عمال ساهموا في مشروعات كتيرة جدا في البلد، مشروعات الثروة السمكية، مشروعات الطرق، الكباري، العاصمة الإدارية الجديدة، المشروعات الصغيرة، مشروعات كتيرة جدا. العمال دول يعني في كل مكان الحقيقة بنلاقيهم شغالين، كل سنة هم طيبين. شاهدينا تابعنا رأي عينة من الشارع المصري في كل التقارير وفي كل المواقف والمحافل والمناسبات، ربما لم نجد من يستطيع حصر كافة المشروعات القومية التي أقيمت في مصر في الفترة السابقة، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى هو كان للرؤية والقيادة في اتخاذ هذه القرارات لإقامة هذه المشروعات والأيدي العاملة التي قامت بتنفيذ هذه المشروعات. إذن نحن على الطريق الصحيح، ولكن أصبحت متطلبات المرحلة ربما تضاعفت وزادت. هذا ما سنتعرف عليه من دور لكافة مؤسسات الدولة العامة والنقابات في القيام بهذا الدور. دعونا نعود مرة أخرى إلى زميلتي حنان عاطف ونتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا. يعني بالفعل مشاهدينا وصلنا عدد كبير من مشاركاتكم وكمان تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر حسابنا على فيسبوك وهو همزة وصل إي جي. خلوني أقرأ على طول مجموعة كبيرة من التعليقات. وجديدة ياسمين سنبل بتقول لنا الأيدي العاملة والقوى البشرية هم أهم عناصر الإنتاج، وبالتالي فإنه نجاح أي مشروع بيرجع الفضل فيه عقب التخطيط الجيد للعنصر البشري. علشان كده كل المشروعات الناجحة في مصر جاءت بسواعد مصرية مكافحة ومتفانية في عملها. طيب هنروح لصديقنا في همزة وصل أستاذ محمود الضوي بيقول لنا كل سنة وعمال مصر بخير. نعم ساهمت الأيدي العاملة وسواعد الشباب وهمة الرجال في البناء والتنمية وتوفير فرص عمل للشباب. نعم نستطيع أن نبني مصر الحديثة. نعم للعدل الاجتماعي. طيب كمان أميرة عاطف ليها وجهة نظر في سؤال حلقتنا بتقول فيه العنصر البشري لا غنى عنه لأنه أساس البناء وعصب الإنتاج والمحرك الأول للتنمية، وكمان ليه الفضل الأول في تدوير عناصر العملية الإنتاجية بأكملها. محمود الضوي من جديد يمكن بيستكمل وجهة نظره وبيقول فيها بالفعل ساهمت العمالة في البناء والتنمية وتوفير فرص عمل للشباب في كل المجالات، ده حق من حقوق المواطن وكمان الوطن. طبعا زي ما في يد بتبني يد بتحمل السلاح من أجل الوطن والشعب، وتحيا مصر ورجال الوطن المخلصين. رباب يوسف بتشاركنا برأيها وبتقول الأيدي العاملة هي أساس البناء والتنمية في مصر، هي اللي بتنفذ المشروعات التنموية، ومش بس كده كمان بتدير المصانع لتحقيق الإنتاج.
طيب مشاهدينا، دي كانت مجموعة وباقة حديثة من مشاركات حضراتكم وكمان تعليقاتكم. أعود من جديد لاستكمال النقاش عبر الاتصالات الهاتفية، وزميلي محمد إليك من جديد. أشكرك حنان وأشكر مشاهدينا الكرام على هذه المشاركات. نستكمل استقبال المداخلات الهاتفية، وعدنا إلى الدكتور أحمد خيري على الهاتف معنا من جديد. دكتور أحمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر. دكتور أحمد، قبل انقطاع الاتصال يعني كنا نتحدث عن دور العمال في التنمية في الوقت الحالي، يعني كيف ترى دور النقابات العمالية المتعددة في إعداد وتوعية عمال مصر بدورهم في المرحلة الحالية والمستقبلية؟ التنمية وحاطين هدف ورؤية مستقبلية مع الدولة ومع المجتمع العربي المجتمع الإفريقي اللي هم بينتموا له، إن شاء الله هنحقق كل أهدافنا بشكل تنفيذي بشكل له رؤية جديدة من رئيس بيفهم يعني عمال وعنده رؤية مجتمعية وعنده شكل اجتماعي ليهم مسؤوليات اجتماعية ليهم، إن شاء الله هنحقق كل أهدافنا. طيب عموما دكتور احمد ارجو ان تبقى معي. نستقبل ايضا الدكتوره يمنى الحماية استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس. يعني الدكتوره يمنى بعد التحيه، بالتاكيد لعمليه او اشار اليوم الرئيس في الكلمه التي القاها الى اهميه عمليه الاعداد والتاهيل والتدريب لعمال مصر، يعني كيف ترين مستقبل عمال مصر اذا ما تم تاهيلهم التاهيل الكافي للقيام بمتطلبات المرحلة؟ دكتورة يمنى، دكتورة يمنى مساء الخير، هل تسمعينني؟ طيب لحين تواصل مع الدكتورة يمنى أعود للدكتور أحمد خيري. طيب دكتور أحمد، كنت أتساءل عن عملية التأهيل والتدريب والخطط الموضوعة في هذا الإطار، يعني كيف ترى تأثير عملية التأهيل والتدريب في إعداد عمال مصر؟ يبدو أن هناك مشكلة في من المصادر في التواصل مع ضيوف البرنامج، ولحين إعادة اتصال بهم أؤكد على أهم المحاور التي تحدث عنها السيد الرئيس في كلمة اليوم، وهي ضرورة الاهتمام بالتعليم والوعي الكافي، ضرورة الاهتمام أيضا بالصحة والعمل، مضاعفة حجم ساعات العمل وأيضا الإجادة والإتقان في العمل. ركز الرئيس أيضا وتوجه إلى قطاعات هامة وتساءل لماذا كانت هذه القطاعات صاحبة الصب، قطاع النسيج وقطاع الحديد والصلب وقطاعات الطاقة، ثم تراجعت هذه القطاعات، فأوضح أن الاهتمام والتركيز على العمل في هذه القطاعات هو المسار الأهم في إنجاح عملية التنمية. عموما لحين الانضمام أو العودة إلى ضيوفي على الهاتف، انضم إلينا الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي، بعد التحية، كيف ترى تأثير التدريب والتأهيل الجيد في بناء وتحقيق التنمية على أيدي عمال مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. تحياتي. خلينا نقول إن طبعا عملية التدريب واستمرار عملية التدريب ديت اللي بتقدمها المؤسسات للعاملين بيها أكيد جزء مهم جدا لتعظيم الاستفادة ورفع مستوى الإنتاجية بالنسبة للعامل. الفكرة كلها دلوقتي ان هنلاقي ان كتير من الشركات متعددة الجنسيات ازاي ان هي بتنفق مليارات على جزئين مهمين، جزء مرتبط بالبحوث والتطوير وجزء اخر مرتبط بتدريب العاملين في هذه المؤسسات وازاي ان يعظم من الكفاءة الانتاجية للعاملين. احنا عندنا للأسف مشكلة منذ سنوات طويلة مرتبطة بعملية التدريب والتأهيل بالنسبة للعاملين، في ظل ان احنا بنشوف السوق العالمي ازاي في تطور تكنولوجي غير عادي وفي
كتير من حتى الوظائف اللي العالم بيبتدي يعني يفرز وظائف جديدة، وظائف القديمة دي بتبتدي تنقرض، وألاف من الوظائف اللي بتبتدي إن هي ما تبقاش موجودة. كل دوت محتاج إزاي يبقى في تدريب وتأهيل مواكب لهذا التغير، بحيث إن العامل يقدر إن هو يواكب هذا التغير. يعني بمعنى إن إحنا حتى عندنا في الاقتصاد لما بنتكلم على فكرة البطالة الهيكلية اللي ممكن تكون موجودة، إزاي إن ممكن الاقتصاد دوت يكون بيعتمد على قطاع زي قطاع الزراعة مثلا في وقت من الأوقات، وبعد كده الاقتصاد دوت ينتقل إلى قطاع آخر زي قطاع الصناعة. إزاي إن العامل يبقى عنده من القدرة إن هو يبقى مؤهل تماما للانتقال لهذا القطاع. إزاي إن في فترة من الفترات كنا شايفين قطاع السياحة حصل فيه بعض عدم الاستقرار اللي كان ناتج طبعا عن عدم الاستقرار السياسي والأمني، فإزاي العاملين في قطاع السياحة يقدروا ان هم ينتقلوا للعمل في قطاعات اخرى؟ ده جزء مرتبط بإزاي ان العامل نفسه يبقى عنده قدرة للتأهيل، وإزاي ان كمان المؤسسات تقدر توفر دوت والمواكبة اكيد يا دكتور برضو للمستحدثات والمتغيرات التكنولوجية في مختلف دول العالم. عموما دكتور علي ارجو ان تبقى معي على الهاتف، واستقبل الدكتورة يمنى الحماقي. هل تواصلنا مع الدكتورة يمنى؟ طيب نبقى مع الدكتور علي لحين التواصل مع الدكتورة يمنى. طيب دكتور علي، كنا نتحدث عن تأهيل العامل، وتحدثت وأوضحت سيادتكم أهمية تدريب العامل وإعداده للانتقال من قطاع إلى قطاع. كيف ترى دور النقابات في إعداد العمال وتأهيلهم أيضا لمواكبة سوق العمل والمتغيرات وفقا للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة المطبقة في العالم؟ عملية التدريب هي يمكن دور مشترك ما بين النقابات، ما بين المجتمع المدني، ما بين الدولة في مؤسساتها التعليمية. دي كلها أدوار، بجانب طبعا القطاع الخاص بما ليه من دور مهم جدا في هذه الجزية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص اللي هم يبقوا أضعاف العاملين في القطاع العام. ومن هنا المسؤولية هي مسؤولية الجميع، ومسؤولية كمان خلينا نقول ان كمان العامل مسؤول عن نفسه، بمعنى ان هو لابد ان هو يسعى للحصول على التدريب والاستفادة منه. لان احنا بعده للأسف ساعات بنشوف كتير من المؤسسات ممكن ان هي تقدم التدريب دوت، لكن ممكن يكون العامل بيتعامل معاه بعدم جدية في بعض المواقف، وده اللي بيخلي مستوى الاستفادة ممكن يكون مش كبير. لا، احنا عاوزين الكل يعلم تماما ان فكرة التدريب والتأهيل هي ذات عوائد إيجابية على الكل، سواء بنتكلم على الدولة، سواء بنتكلم على المؤسسة، سواء بنتكلم على العامل ذات نفسه. ولازم ان العامل ايا كان القطاع اللي هو بيعمل فيه، ايا كانت المؤسسة، لابد ان هو يحاول يطور من نفسه، يحاول ان هو يشوف ايه الجديد. هو ده اللي بيميز عامل عن اخر، هو دوت اللي بيخلي موظف بيتقاضى اجر كذا وموظف اخر بيتقاضى اضعافه. الفكره كلها فكره ازاي ان الشخص ابتدى يطور من نفسه، ازاي ان هو ابتدى يبحث عن ما هو جديد، سواء بقى بتكلم على وظائف مكتبيه، سواء بتكلم حتى على الاعمال الحرفيه. احنا بنشوف اي عمل بالظبط، احنا بنشوف حتى في الاعمال الحرفيه ازاي ان بيبقى في شباب بيبتدي يطلع على كثير من التصميم الجديد اللي ممكن يكون موجود في الحافة بتاعته، ازاي ان هو يبتدي يقتبس كتير من الحاجات اللي تبقى موجودة. يعني خليني اقول على تجربة، انا شفت احد المهندسين الشباب ابتدى يشوف صورة للمشروع، كان موجود حاجة متصنعة لها علاقة بالميكانيكا في الصين، جاب الصور بتاعتها وابتدى يطبقها هنا هو، وقال لي المشروع دوت او الجهاز دوت لو انا كنت اشتريته من بره كان هيكلفني اكثر من 3. لدينا بالفعل يا دكتور القدرة على الابداع، ولكن ربما تنقص البعض الارادة والتصميم على الوصول الى مثل هذه المستويات من النجاحات. عموما هو وقت البرنامج هو الذي انتهى. دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ومشاهدينا الكرام، كان اليوم هو الاحتفال بعيد العمال، هو يوم الاعتراف ب
عمل او اعتراف بالجميل او الدور الذي قام به عمال مصر، وهو ايضا يوم التذكير بالواجب المكلف به عمال مصر في الفترة الحالية وفي المرحلة المقبلة. قبل ان اترككم اعرض عليكم سؤال حلقة الغد، كيف ترى أهمية تكريم العمال في حفز الهمم لزيادة الإنتاج؟ أعيد السؤال مرة أخرى، كيف ترى أهمية تكريم العمال في حفز الهمم لزيادة الإنتاج؟ دائما ننتظر المشاركات والأراء التي تأتينا من حضرتكم على همزة تواصل إي جي على الفيسبوك وتويتر حتى نستطيع طرح كل وجهات النظر على المسؤولين والمتخصصين. شاهدينا، كانت هذه هي حلقة اليوم، برنامجكم اليومي همزة وصل، دائما تابعونا على شاشة النيل الأخبار. دمتم في أمان الله.